ضابط ضابط واحد في تلبيسي وخاد بشيش كلها شو اسمه ايه لا حول ولا قوة بس يفوتوا معي الدار يا احمد الجيش والامن محاصرين محاصر وين صايبينك محمود صور البارة خلاك تعلق بالحبلة يا فرج سير 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 شباب لا يسيبوا حدا يجوا على هذا الشارع ما فينك تزحف خلي لا تقريك هلا عليك محمود بس اخوات الشر لا لا تقوم في المؤسسة اخوات الشر مو طه سيبوك ها بقنس محمود قول يا الله قول يا الله يلا شدوا له حبلة بس شدوا له حبلة فيك تزحف يا محمود يا محمود ازحف على الباب يا محمود قول يا الله وزحف على ذاك الباب الابيض قول يا الله لك يا محمود لك حاول تتحرك عبقنس بس من هنا عبقنس ابن الحرام اثنين في قلب الهيئة ديروا بالكون شفت الحبلة وقفت لك فيها بس ربط لي اياها فيك يا محمود خليك يا اخي ليك مقنس بالمؤسسة الله يرضى عليك يا شباب خليك ولا وراك احمد بدي من هاي الدار اطلع من الباب هذاك بس حصول الحبله بده واحد واحد لك يا دير بالك مؤسسه ابن الحرام ما مبين غير راسه لك وين بعد لهون لهون صاير يا اخي مقنس 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 جو عليكم الله يا محمد مشي حالك ما في شيء الحمد لله ما في شيء دير بالك يا دير بالك مقنف من مؤسسة راسه مبين بس ابن الحرام مبين راسه دير بالك لا تضرب شيء لا لا خلي بعرف بعرف شايف اولادي دير بالك هن مبين بس راسهم ها راسهم بين السجر يعني اذا ما دققت ما بتلاقيهم لانه مقنصين نظامي ديروا بالكم يصيبوا حدا هي اصلاحات الاسد هي اصلاحات الاسد الزلمه عم بيموت بالشارع الزلمه عم بيموت بالشارع عم مقنصين هي 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 ما بقي غير راسهم ولادين الحرام بس راسهم وين صايبينك لا صحيان بس عم على مدري لا في شيء هون فوق ضاربينه فوق ضرب خلي قاضي اسحب على الدار مفتوح اسحب يا محمود اسحب ليش يا اخي طيب حبله شدك بسيخ بحبله هو بس يسحب على هذا الحيط عم نقول له ما عم نقدر شباب هذيك تعال واحد من هون يفوت من الدار هاي لك لا يا خليك لهنيك روح مفتوح الدار هاي لا اخلعها روح فوت من هاي الدار فوت على دار ابو نادر ابو نادر هاي الثاني ابو نادر تاس باس مالي هاي الدار فوت عليها اخلع صوب خليكم فوت عليها هاي اصلاحات الاسد طلع ست عليك مصاب بعيد انا بعيد وينها بعيد شروع يا خصابو يلا لخصابو اجوا لهون يمتل قتلوه هي اصلاحات الاسد اصلاحات الاسد ما بنستطيع نجيبه يا عالم وين العالم وين يا اخي طبعا في حدا بس اما دير بالك ليش جيبوك قتلوه يا عالم هي اصلاحات الاسد هاي الله يرحمه قتلوه يا عالم
يا عالم وين؟ بس استفي روح يا ول لك روح.